زي النهاردة من 8 سنين وتحديداً يوم 8 يونيو 2014 كان يوم فاصل، يوم فارق في حياة المصريين وفي تاريخ الدولة المصرية ككل، لأن النهاردة أو اليوم ده تحديداً أدى فيه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي اليمين الدستورية رئيساً للجمهورية، وده بتكليف من الشعب المصري اللي طالبوا وقتها بأنه يقود عملية إنقاذ الدولة المصرية اللي كانت وصلت لمرحلة صعبة جدا على كل النواحي بقى، سياسية، أمنية، اقتصادية كمان. بس ده حقيقي أحمد، يعني على مدار الثمان سنين اللي فاتوا في الحقيقة كلنا عارفين تحديات كانت صعبة وصعبة قوي، لكن عزيمتنا والرغبة في الشغل والعمل كانت أقوى من كل التحديات دي. من تاني يوم بدأت مرحلة البناء، البناء بقى بنتكلم في كل المجالات والقطاعات، بنتكلم طرق وكباري في كهرباء، مشروعات سكنية، قضاء على عشوائيات، مشروعات إنتاج زراعي، شبكة ضخمة من البنية التحتية، نتكلم بناء وتطور في كل القطاعات. ده هي مشروعات كتيرة قوي حصلت على الأرض، مشروعات فعلية حقيقية ما كانش هتحصل يا بسنت إلا لو كان في أمن، كان في أمان، كان في استقرار. عشان يحصل تنمية حقيقية لازم يكون في استقرار حقيقي موجود، وده يمكن الملف الأبرز اللي اشتغلت عليه الدولة المصرية وقدرت إن هي تواجه التنظيمات الإرهابية والمتطرفة اللي كانت بتستهدف المصريين وبتستهدف مؤسسات الدولة ككل. جهود كبيرة جدا قامت بها قواتنا المسلحة والشرطة في مواجهة هذا التيار الظلامي والإرهابي طول السنين اللي فاتت. يمكن شفنا العملية الشاملة سيناء 2018، وكان قبلها حق الشهيد 1 و2، عمليات كتيرة قوي راح فيها يعني شهداء كتير قوي علشان خاطر شعب كامل يقدر يعيش، ونقدر اللي احنا نجني ثمار الاستقرار والتنمية والبناء الحقيقي اللي احنا وصلنا له النهاردة. يعني الله يرحم كل شهيد قدم روحه فداء هذا الوطن عشان الوطن يقدر ان هو يكمل ونتقدم ونعرف زي ما انت قلت يا عبد الصمد نعيش. صحيح. وفعلا ان كل الحاجات اللي احنا كنا بمر بيها دي الناس دي دفعت روحها تمنها على مدار الثمان سنين اللي فاتوا. ما اعتقدش ان كان في ملف بعيد عن اهتمام سياده الرئيس. لو بنتكلم عن الصحه، مبادره 100 مليون صحه، قضاء على فيروس سي، مبادره قوائم الانتظار، صحه المراه المصريه، ده غير طبعا التامين الصحي الشامل. احنا بنتكلم عن الصحه كمثال، لكن عندك امثله كثيره جدا زي قطع البترول والغاز اللي حققنا فيه اكتفاء ذاتي، وزي ملف الكهرباء اللي كانت بتقطع في المستشفيات وفي المصانع، كلنا فاكرين الفتره دي كويس قوي. دلوقتي بقى في عندنا فائض وربط كهربي مع معظم الدول اللي حوالينا، شايفين زي يعني في كل القطاعات بالفعل. ده حقيقي. يمكن اتكلمتي على الملف الخاص بالكهرباء تحديدا لان كانت اكثر الملفات اللي كانت بتؤرق الشعب المصري، لكن النهارده بنحتفل بمرور 8 سنين على تولي السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي مسؤوليه البلاد، وفي الحقيقه ما فيش قطاع ما حصلش فيه تطور بشكل كبير قوي. اصلاحات اقتصاديه مهمه جدا حصلت في مصر في الجمهورية الجديدة، ومشروعات زراعية عملاقة، ومبادرة عظيمة زي مبادرة حياة كريمة، المبادرة اللي بتستهدف يعني أو بيتم من خلالها استهداف تغيير نمط وسلوك حياة 60 مليون مواطن مصري. كل دي إنجازات حصلت على الأرض وبنشوفها كل يوم على أرض الواقع. طبعا ده غير فتح المجال للحوار الوطني اللي دعا ليه السيد الرئيس عبد الفتاح السيسي أثناء إفطار الأسرة المصرية في رمضان، واللي بيأكد على قوة الدولة واستيعابها لكل الأطراف، وإن الجمهورية الجديدة اللي وصلنا ليها دلوقتي يعني هي جمهورية تسعى للجميع زي ما قال سيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي. يمكن هي دي الجمهورية الجديدة، جمهورية قوية بقيادتها، جمهورية قوية أيضا بشعبها. علشان كده بنصبح على حضراتكم، صباح الخير يا مصر.